مولود الميزان أسبوع استثنائي واعد وزاهر بالحظ، نابض بالحياة، تحت تأثيرات الكواكب الداعمة من أبرز صديقة بتخليك تنطلق بكل ثقة مع تحديات جديدة بتجذبك ومع فرص بتلتقطها بالوقت المناسب وحظ بيرافق خطواتك، لكن بدك تنتبه من الفترة بين السبت والتنين. وجود القمر بالسرطان 3 أيام أمور دقيقة، حاول أنك تشتغل بمنطق واحتراف لأنه ما في حل وسط. انتبه لسمعتك، الجو العام بيولد بعض المتاعب والاحتكاكات، ومن الطبيعي أنك تتعرض لسوء فهم أو رفض، والحل الوحيد لتخطي هالعوائق هي التحلي بطولة البال والانفتاح. بتتبدل الأجواء لحظة وصول القمر الجديد لبرج الأسد 3 والـ4، يومين حلوين بيفتحوا لك قدام طريق جديدة وبتبرهن عن كفاءتك أو بتكون قادم على عمليات ناجحة، سواء تعلقت بصفقات مالية أو تجارية أو استثمار بالعقارات أو سفر محتمل. كل الطاقة القمرية مسلطة عليك، بتقدم لك الدعم وبتفتح قدامك أبواب المجد والشهرة. القدر عم يتدخل ليدفعك للأمام أو لأعطائك فرصة استثنائية على كافة الأصعدة، صحيا فكريا معنويا وحتى مهنيا. ممكن تتلقى كمان مبلغ من المال بيكون عن شغل مكافأة على أعمال أو عرض غير اعتيادي بفوق توقعاتك. لكن بالرغم من كل هالنجاحات بدك تنتبه من انفصال أو ارتباك الخميس والجمعة لحظة وصول الأمر للعذراء، وبيكون مرهف الحس. هالأمر بخليك تعيد النظر ببعض الأمور أو تشكك ببعض القرارات. خد وقتك، فكر منيح قبل ما تاخد أي قرار حاسم. عاطفيا رح تشعر بالانسجام تحت تأثير الزهرة من برج الأسد الصديق، وبتكون بأفضل حالاتك، بتستفيد من الأجواء الرومانسية وبحيث بتتم التسويات بشكل مرضي تماما. أنت بوضع ممتاز لإدارة كل متطلبات العائلة نظرا لنضجك وقدرتك على استيعاب الأمور بتجرد وهدوء. أما العازب ممكن تتحول علاقة صداقة لعلاقة أكثر عمق، وبيكون القلب سعيد وممكن تفرح لخبر صار بتعلق بخطوبة أو زواج.